السلام عليكم موعدنا المباراة الدولية الودية بين المنتخب المغربي للفوتسال ومنتخب اوزباكستان للفوتسال ضمن إطار استعداد كلا المنتخبين للاستحقاقات المقبلة والقناة تناقل لهذه المباراة يحتل المنتخب المغربي المركز الثامن في التصنيف العالمي في لكره القدم داخل الصالات فيما يحتل المنتخب اوزباكستان المركز الخامس والعشرون في التصنيف العالمي لكرة القدم داخل الصالات وسيقابل المنتخب المغرب منتخب أوزباكستان في لقاء دولي ودي استعدادا للاستحقاقات المقبلة يوم الاثنين 18 دجنبر 2023 بقاعة يونوسو بأوزباكستان في حدود الساعة الثانية زوالا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر الثالثة زوالا بتوقيت مصر الرابعة مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله ومن المنتظر نقل هذه المواجهة على قناة الرياضية المغربية